صالح يا صالح، سامي يبقى أمر. شوف يا وليدي، هالتمر هذا لا تقف إلا بالريام، تعطيه الشيخ أبو فالح ولا تقف إلا عنده. أبشر يا بي. كفو ولدي. السلام عليكم. واحد وين تيربو؟ شوف 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 الباص العيون. ها ما يمشي. كفو. هيا هلا بود العم صالح، حنا بالاستراحة، عساك قريب نحتريك على العشاء. لا 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 تحتروني، يبي لي ساعتين يمكن زود بس، ولا خل الوالدة تحط لي فراش بالملحق، ابي اجي دايخ وبحط راسي وانام. ابشر بعزك، ابى اخليهم يخلون لك الباب مردود. اوكي تصل بالسلامة. هلا والله بريحة القصيم البطلة. ايش اخر؟ شكله تعبان. اوف اوف. والله ما قصر، جايب لنا تمر. طب تعرفني احب الكليجة. يلا الجيات ان شاء الله. هلا والله بالتمر البطل. وينك فيه؟ ليه متأخر؟ بالاستراحة. وش دي الاستراحة اللي تقعد فيها طول الليل؟ تعالي تعالي شوفي امه، صالح ولد عمي جايب لنا تمر على كيف كيف، فاخر من الآخر. الله يعطيهم العافية، ما قصروا. عاد أنا أبنام، وإذا صحى صالح قوموني. بأذن الفجر بعد شوي، صل ثم نم. أكيد يما ما يحتاج. ايش ذا التمر الزين؟ هلا يبا سم، عساك وديت التمر للشيخ ابو فالح؟ لا والله توي واعي. انا لله وش انا قايل لك، ويل وبرده هالانسان ذا. يا وليدي رح لامه هالحين. سم سم الحين اقوم، الحين اروح له. من راح له ذا؟ من اخ من اخذه ذا؟ من راح له؟ يزيد ذا التمر اللي جابه صالح، ها يهبل. ها خذ. شو؟ اي والله يا زينه. هي بس عادي بلا تكثر منه، ترى بيرفع السكر. انت ما تعرفين ان هذا مسامير القب؟ ام عامر. نعم. وين صالح؟ نايم بالملحق. اعطي جيراننا ترى شوي. ان شاء الله ابرسل حق ام عبد الله وام محمد، يستاهلون. يا سليمان سليمان. راح له، انا متاكد بليون بالميه اني حاطه بذا. حامر ما بقول له عامر. هلا وينك؟ بغرفتي وش تبي؟ عسات انام عليك تريله، انزل ابيك. خلاص خلاص اوكي اوكي. ايش عنده ذا النفسيه؟
يبقى خلاص ثلاث تكفي. ما بشغلت الحافظ رب العالمين. صباح الخير لأحلى أب بالدنيا. صباح النور. ظهر ظهر الحين. مو بشغلس. أوكي. قهوة معنا من أبوك. سم. ولا تدري؟ رح قهوة ولد عمك خليه يجي يتقهوى معنا. هو صح صالح نسيته. يلا قومي أنتي خلي داخل يلا يلا. يلا تزيها. مالك دخل أنت. لعبت نكتين الظهر يلا. خير ان شاء الله، وش فيك معصب؟ وانا دعيتك ترى تمر. اي تمر؟ هل اللي قاعد ترن ممنوع جعلك ما تحدره. افا احسبك جايبه لنا. من دانا جايبه لكم؟ هذا الرفيز ابوي، ابوي كازل لمه. طيب ترى راس ماله تمر، ندزها للسوق الحين نجيب واحد مثله. هو اي كرتون تمر هو، هذا نوعيه خاصه، نوعيه فاخره، ابوي شاريه ب 1500 ريال، وشلون نلقى مثله؟ اوف 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 تمر ب 1500؟ والله لو انهم ياكلون النخل بروتين. المهم طلع من هالورطه. عامر صالح تعالوا تقهوى. اسمع انا بحل الموضوع، انت هد بس انا بضبط الامور. اوكي نقول ان شاء الله. ريلاكس ها يلا.